يا مرحبا يا هلا يا الشاعر اللي جيتنا من بعيد من دار زايد لفانا شاعر المرة وما مونا يا تركي الفين علمنا وش اللي حصل من جديد وراك يا الفين ضيعت الأمانة وانت ما مونها خلوها دام البقايا المرحب والبعيد أقرب لك من الوريد والدار وحده لكن المملكة مجوز من دونها ماني براعي رسايل والرسايل عند ساحة البريد الأرض فيها تجمع صاحي العالم ومجنون الله هذا السنة يا محمد لابس لك بشت شكل فريد ومغير اللون ثوبك والعمامة مختلف لونا أنا خبرتك يا تركي صامل الوقفة وراسك عنيد لكن هذا السنة حتى البيت ما تعدونها وش لون ملبس فريد وكل يوم عندنا يوم عيد وعمامتك يا البقيلي خلاها في جوف كرتونا يا لي قنصت البيت فالبيت قل أنا وش تصيد أنت قنصت الوعول وروحت غترتك في قرونة أنت خوي الشدايد وحيد عزا يا شاعر انت من بالشعر ويخونا الفرصة اللي على كم روحت من حظ عبد الحميد ما هي غريبة شبابه لو فرصكم يستغلونها أنت خوي يا سعد وأنا اعتبرني لك حزام جويد وفي معك والخيانة خالد